عقدت محكمة العدل الدولية أولى جلسات الاستماع للمناقشة المقدمة من قبل ممثلي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية للنظر في الطعن المقدم من قبل دولهم للمحكمة حول اختصاص منظمة الطيران المدني الدولي والطعن حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي المقدم من قبل البحرين ومصر والإمارات. وقد بدأت جلسات الاستماع للطعنين المذكورين بكلمة لمعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وممثل مملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية، أكد من خلالها بأن قرار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لم يتطرق إلى أصل الخلاف القائم، حيث أن الأسباب الحقيقية لا تتعلق بالملاحة الجوية، بل هي تعود مباشرة إلى الجهود الإقليمية لثني قطر عن دعم الإرهاب والتطرف، وبخاصة عبر اتفاقيات الرياض، إضافة إلى مخالفة قطر للأهداف المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عدم التزامها بالمواثيق الدولية، مما دعا مملكة البحرين والدول الداعية لمكافحة الإرهاب لاتباع الإجراءات المتخذة في 5 يونيو 2017، وذلك بغرض حماية أمنها الوطني. وأكد معالي السفير في كلمته على أن الإجراءات المتخذة من قبل مملكة البحرين والدول الأخرى كانت ضرورية لضمان أمن واستقرار دولهم، والتي تضمنت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وفرض القيود الجوية، والتي تم تنفيذها بأمل أن تقوم قطر بمراجعة نفسها والعودة إلى التزاماتها السابقة. كما أكد معالي السفير على التزام مملكة البحرين بالقانون الدولي والحل السلمي للخلافات والنزاعات الدولية، وثقة مملكة البحرين التامة بمحكمة العدل الدولية والتي سبق أن لجأت إليها في السابق، وعدم ترددها للتقدم بالطعون أمام المحكمة لمرة ثانية. وستستمر جلسات الاستماع في مدينة لاهاي بهولندا حتى 6 ديسمبر مع جولتين من المرافعات الشفهية للنظر في 2 من الطعون المقدمة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب حول اختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي في إصدار قرارات تتعلق بالإجراءات المفروضة على المجال الجوي التي فرضتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو 2017، حيث ستكون الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي المستأنف لقرارات المجلس المذكور، والنظر فيما إذا كان بإمكان قطر عرض الموضوع على منظمة تقنية معنية بالطيران المدني، علما بأنه خلاف في طبيعته يتعلق بالمسائل الحيوية للأمن والاستقرار الوطنيين للدول المستأنفة للحكم، إضافة إلى عدم امتثال قطر لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقيات الرياض وغيرها من الالتزامات الدولية ذات الصلة. وقد أعربت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب عن اعتراضها على قرارات مجلس منظمة الطيران المدني الدولي المتخذة في يونيو 2018، حيث أكدت من خلال الجلسات على الاحترام الكامل للمنظمة وما تقوم به من جهود لضمان سلامة الملاحة الجوية، وعادت التشديد على طلبها من محكمة العدل الدولية في تحييد تلك القرارات المتخذة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك بموجب الأسباب المقدمة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بعدم اختصاص المنظمة للنظر في الإجراءات المتخذة. والجدير بالذكر بأنه قد تم تعليق تلك القرارات الصادرة من قبل المنظمة الدولية للملاحة الجوية ومجلسها إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة العدل الدولية بشأن الاستئنافات والطعون المقدمة إليها. Mr. President, members of the court, it was with dismay that we imposed these measures that we did on the 5th of June 2017. But these measures reflected our vital concerns about the safety and security of the Kingdom of Bahrain and other states in the region, such as Egypt. If Qatar continued undermining regional stability through its support of terrorist groups. Bahrain announced these measures as an official statement on the 5th of June 2017, explaining that they had taken because Qatar continued to destabilize the security and stability of the Kingdom of Bahrain and was interfering in its affairs. Qatar was in flagrant violation of all agreements
and principles of international law, without regard to its commitment to the constant of Gulf states. This is a clear reference to the Riyadh agreements. Bahrain explained that the decision to break up diplomatic relations with the state of Qatar and to close its airspace 24 hours later were necessary to preserve its national security. Finally, Bahrain indicated that these dangerous Qatari practices embody a very dangerous pattern that cannot be met with silence or accepted, but which must be vigorously and resolutely addressed. This was Bahrain's official position at the time, and it remains so today. Bahrain rejects Qatar's allegation that we invented this position, just for this case. As we said at the time, Bahrain adopted the measure it did on the 5th of June 2017 because of Qatar's long-standing non-compliance with its commitments. This dispute long predates the present proceedings. Qatar's response has been to bring legal cases before the ICAO Council and other specialized agencies in an attempt to distract from its own misconduct. But Qatar invoked the ICAO Council's jurisdiction without first making any genuine attempt to negotiate the specific disagreements it alleges concerning the Chicago Convention or the Air Transit Agreement. Mr. President, members of the Court, this concludes the statement of Bahrain. I invite you to call to the podium the distinguished agent on behalf of Egypt. Thank you for your kind attention.